الانطلاقة من دانيال باش يرتكز على جيزيس يراوغ جيزيس يحاول يمر وين رايح 19 سنة في عمره كمان مجموعة تسديدة تسديدة من أروع ما يكون من أب جابرييل جيزيس بولانيوت يستعد الحكم يأذن بذلك بولانيوت ما زالت الخطورة دائما التسديدة بابا مونتيرو رائع استلام رائع من مونتيرو ملاوغة أروع وتسديدة كانت مرفوعة شوية فوق ملمى الحارس أليسون التعادل دائما 0-0 لإكوادور البرازيل تسجل كرة أخرى ضائعة من البرازيل أوبا بابا خطيرة التوغل والتسديدة أليسون يا نبوة كان بإمكانك تمرر مباشرة لإنير فالونسيا سرعة فائقة وانطلاقة من هناك أيوبي والتوزيع في القائمة الثانية ولا لا فازت الخطورة بولانيوس بولانيوس وين يا بولانيوس هل شاهدت حمام خلف مرمى الحارس أليسون فأردت أن تصطاده بهذه التسديدة لعبة ودخلة فيها اللعبة والكثير من اللاعبين ربما يكون أداؤهم أفضل وانطلاقة من نيمار من هناك على الجهة اليسرى توغل نيمار ولا لا تكون مفيدة الأمطار في تسديدات مثل هذه الكرة من هناك مارسيلو بيوسرا يرسل الكرة بعيدة للأمام البحث عن قلب الهجوم جابرييل جيزيس تروح دائما اوه انطلق جيزيس كرة خطيرة تسرعت شوية يا جيزيس انت متسرع تبحث عن اول اهدافك مع منتخب البرازيل والتر ايوفي في وسط الميدان يبحث عن المراوغة فالونسيا لم يتمكن منها ولا انطلاقة سريعة لصالح منتخب البرازيل كرة ممتازة نيمار على الجهة اليمنى كرة خطيرة اوغوستو ريناتو ريناتو اوغوستو اولا قال لك نيمار عد الكرة يا ريناتو اوغوستو التمريرة رائعة من نيمار كادي يقول هذا ضرب الجزاء ضرب الجزاء يقول حكم المباراة لجابرييل جيزيس نيمار يسجل جول جول للبرازيل في كويتو امام الاكوادور بشق الانفس ولكن بجدارة من امضاء نيمار يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 72 من عمر المباراة بشق الانفس في وسط الميدان نعم مونتيرو هو اللي خرج ودخل مايكل ارويو الكره لنيمار ضاعت منه باريديس نيمار رجعت مره ثانيه لعبه ثنائيه الحكم لم يقول شيئا لا صفر خطا هنا لصالح منتخب البرازيل هي الصفراء الثانيه لباريديس والحمراء يخرجها حكم المباراه الحكم الباراغواياني يخرج باريديس بالبطاقه الصفراء الثانيه والحمراء هاي الاعاده نيمار لعبة ثنائية مع كوتشينيو ترجع لنيمار مرة أخرى هيلف اتجاه مارسيلو من عند نيمار مارسيلو بابا جول جول في نهاية المطاف فعلها جابرييل جيزيس في أول مباراة مع منتخب البرازيل ونيمار انطلق من هناك على الجهة اليسرى تمريرات رائعة كرة جول تالس التسديدة والجول جابرييل جيزيس اكتشاف هذه المباراة يسجل ثنائي اليوم يسجل الثالث للبرازيل عندما ينتفض البرازيل ويغضب عندما يكون البرازيل في مواجهة الحائط في ظروف صعبة هكذا يفعل